المحل بدي ما يتمطع مثلاً حكى دكتور دكتور كنا عايزين نعرف أكثر عن روماتيزم القلب عند الأطفال. روماتيزم القلب عند الأطفال بيمثل مشكلة كبيرة، أنا شايفة إن هي اجتماعية أكتر منها طبية، لأن في استخدام سيء جدا للبنسلين طويل المفعول، وأنا دايما حاسة إن أنا ماي ميشن أو هدفي إن أنا أوعي الناس إن مش أي طفل بيشتكي إن رجله بس بتوجعه، اللي إحنا على طول لازم يبقى نديه بحقنة مؤلمة جدا بتتاخد بمخدر، والطفل يفضل يعني يعيط ويصرخ وتبقى عنده يعني بصمة نفسية كده إن هو مريض وهو ما يحتاجهاش. فأنا بوعي الناس إن مش أي طفل بيشتكي من ألم في مفاصل أو ألم في رجله مجرد إن هو ممكن يروح لصيدلي أو نفسه يروح ياخد طويل مفعول، لأ لازم نعمل نروح لدكتور قلب، وأتأكد لازم يكون دكتور قلب ولازم يعمل تحاليل ولازم يعمل إيكو يطمن على القلب قبل ما يبدأ في خطوة إن هو ياخد بنسلين طويل مفعول. النقطة الثانية اللي أنا بوعي عايزة أوعي بيها الناس إن العلاج لازم يكون من الطبيب، من الطبيب بس، مش من الصيدلي ومش من دكتور المعمل، لأن أنا بواجه المشكلة دي كتير لما أبقى كاتبة علاج ومثلا يروح للصيدلي يديله بديل، ممكن البديل ده أصلا يكون فيه جرعة أقل جرعة زيادة فيه كومباينيشن مع دواء تاني، فده بيضر جدا بالمريض وبيجي يشتكي إن ما جابش النتيجة. فلما بنقعد نشوف إيه اللي حصل تلاقيه في الأول أصلا ما خدش علاج المظبوط، فدي مشكلة كبيرة جدا بس بلاقيها هنا في مصر. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتينا.